أهلا بكم من جراج حي العرب. هذا هو اليوم الأول في إضراب العاملين في حي العرب أو جراج حي العرب. هذه المنظومة منظومة النظافة، سواء العاملين في النظافة أو المشرفين عليهم أو المهندسين أو الذين يقومون بصيانة السيارات أو السائقين، كلهم دخلوا في إضراب بدأ منذ صباح اليوم. حي العرب لم تنزل فيه سيارة تقوم بجمع القمامة في هذا اليوم. لماذا هذا الإضراب وما هي المطالب التي يرفعونها؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه اللقاءات. أتعرف على حضرتك مصطفى فراج، ملاحظ بجراج حي العرب. عم مصطفى، يعني النهاردة أنتم منزلتوش للناس في حي العرب، وأكيد تأثر حي العرب بعدم وجود سيارات لجمع القمامة، فعايز أسأل حضرتك إيه ليه عملتوا كده؟ احنا عملنا كده علشان في جراشات صرفت 50% بتاع بدل تحسين البيئة، جراج حي بورفؤاد وجراج حي الضواحي، وبعدين احنا طالبين المطلب ده قبلهم علشان بس الناس المشاهدين يفهموا يعني ايه 50% بدل. البدل دون اللي هو كانت شركة سيرفز كانت بتقوم ايه باخده من المحافظة، كانت المحافظة بتصرف لها 3 مليون كل شهر، فاحنا الوقت مش عارف. كانت شركة نظافة كان متعاقدة معاها المحافظة وكان بتدفع لها شهريا 3 مليون مقابل عمل النظافة. الشركة دي انتهى عملها من حوالي 4 شهور. الشركة دي انتهى عملها من 4 شهور، من شهر 9 بالتحديد، في من 4 شهور 7 شهور. تسعة 4 شهور في حي العرب و9 شهور من الضواحي ومن الزهور. ودلوقتي بقى انتوا ك يعني عاملين في الحي، انتوا اللي بتقوموا بموضوع النظافه من حيث العربيات او جمع القمامه او يعني صيانتها وكل الاشياء. احنا بنقوم الوقت بجمع القمامه، وبعدين في ميكانيكيه بتشتغل تحت العربيات دي والدود بينزل عليهم، يعني زيه زي المشرف بتاع النظافه اللي هم بيدوا له ال 50%، زيه زي العامل اللي بيجمع القمامه. في ملاحظ جراش بيطلع العربيات دي، كل العمل مرتبط في بتاع المشحمة بيغسل العربيات دي، منظومة الجراش كلها هي اللي بتطلع العربية دي. جمع القمامة من غير العربية مش هينفع، احنا مظلومين في الموضوع ده وبنطلب 50%. 50% دي بتتصرف بدل تحسين بيئة اتصرفت لأحياء تانية ولا كل أحياء لم يتم صرفها؟ اتصرفت لأحياء تانية، اتصرفت لحي الضواحي واتصرفت لحي بورفؤاد واتصرفت للعاملين بحي الشرق، حي العرب الرئيس الحي بتاعنا بتاع حي العرب هو اللي أثر معانا. ليه ما حضرش آخر اجتماعان في اللجنة اللي هي اللي بتجتمع علشان يحط الأسماء بتاعة الموظفين اللي عنده؟ ودون ما احنا ما الناس ذنب فيه، كل ما نيجي نتكلم يقولك اللجنة هتجتمع، وفي الآخر خلاص قلنا اللي اتحط هو اللي على كده وما فيش حد محطوط. فطبعا احنا قمنا بالإضراب دون وبالاعتصام دون، وهيبقى اعتصام مفتوح لغاية ما ناخد حقوقنا. يعني الاضراب اللي بدأ النهاردة هيستمر؟ هيستمر لغاية ما ناخد حقوقنا. والمطلب التاني ان في هنا عمال مؤقتين وسواقين مؤقتين، في عامل بتاع كاوتش لسه مكتبلوش العقد بتاعه، من غيره الجراش مش هينفع، في كهربائي سيارات من غيره الجراش مش هينفع، بتاع المشحمة من غيره الجراش مش هينفع. دوت عمالة مؤقتة؟ عمالة مؤقتة بقالهم قديش يا غليل؟ بقالهم 6 شهور، وفي ناس بقاله سنتين، وفي بقاله 6 شهور، وفي بقالهم 4 شهور. سؤال عن مصطفى، في احتياج فعلي ليهم؟ ده احتياج فعلي وجدا، لان احنا طبعا الجراج دون كان في ناس كبيره في السن وطلعت على المعاش، فاللي لحقنا ولحق النظافه هم اللي الموظفين المؤقتين. ممكن يقول لك ما فيش ميزانيه للمرتبات دي؟ الميزانيه كانت بتتصرف لشركه سيرفز، ومش هتتصرف للعمال بتاعنا والموظفين بتوع الحي. هم كانوا بيصرفوا 3 مليون، هم الوقت لو قاموا ادونا نص مليون بس هيكفي احياء البورسعيد الخمسة. احنا ما بنطلبش المستحيل، واحنا مش طمعين، احنا ناس اغلب من الغلب. النهارده الناس مش لاقيه، كل واحد بص كده الجزم مقطعه، هدوم مقطعه، مش لاقيين، الدود بينزل عليهم مش عارفين يجيبوا. في ناس كانت محجوزه في المستشفيات في نصر، في دي بتاع المشحمه جسمه مخرم من المشحمه، في نصر الميكانيكي راحت حجز في المستشفى 3 شهور ما حدش سال عنه. احنا لنا تامين بس تامين محافظه، في بدل عدوى ما بناخدهاش، في بدل نظافة ما بناخدهاش، بدلك كتير. والخمسين في المية دول يا دوبك هم دول اللي الناس بتشمشع عليهم، هم بيضيعوا مننا ليه مش عارف. اتعرف على حضرتك. مهندس سامي مدير الجراج. باشمهندس سامي، يعني هناك مطالب اتكلم عنها عم مصطفى، اسألك الاول انت متضامن في هذه المطالب ولا لا؟ انا بأيد الناس لان دول الناس انا حاسس بمشاكلهم. وبعدين انا في البداية بحب ارحب بقناة الجزيرة. شكرا جزيلا. قناة الصوت الحر. القناة اللي أيدت ثورة 25 يناير اللي قدمنا فيها شهداء من أجل 3 مطالب، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. للأسف إن العيش والعدالة الاجتماعية مفقودين في محافظة بورسعيد.
ليه؟ لأن في قانون رقم 4 لسنة 1999 بينص على منح العاملين في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب ومنظومة النظافة، بينص على منحهم بدل مخاطر يتراوح ما بين 60% إلى 40%. جميع الأحياء في بورسعيد الستة تم صرف لهم بدل المخاطر، اللي هو ليه اسم آخر تحسين البيئة، هو البدل تحسين البيئة، يعني هو في القانون اسمه المخاطر لكن متعرف فيه عليه أنه هو تحسين البيئة، تحسين البيئة ما بين 60% إلى 40% على حسب التخصصات. يعني صرفوا في بعض الأحياء إنما الحي هنا ما صرف، عدا حي العرب. إحنا بدورنا عملنا الأسماء، رفعتها لرئيس الحي. عادي الأسماء، الأسماء المستحقة اللي بتعمل في منظومة النظافة. عددهم قد إيه؟ عددهم يتراوح ما بين 40 واحد 30 واحد، اللي كل واحد بيساهم في منظومة النظافة له الحق في الحصول على البدل. أنا بعت الأسماء لرئيس الحي بدوره ورفعها لشؤون العاملين في المحافظة بالموافقة. شؤون العاملين في المحافظة بالموافقة بتكل بمكيالين، بتعرض أسماء داخل اللجنة وتحجب أسماء. ليه؟ لمصلحة مين طيب؟ أنا بسأل السؤال ده هو. يعني ده حضرتك كلامك كلامك لا ما بتحملش رئيس الحي، بتحمل رئيس الحي بدوره رفع المذكرة اللي رفعتها له بالأسماء. يعني هل قام مدير الحي رئيس الحي بواجبه؟ الأسماء اللي هي اللي أنا قدمتها له إلى شؤون العاملين بالمحافظة. شؤون العاملين بالمحافظة بتدخل أسماء اللجنة وتمنع أسماء. طب ليه؟ أنت متأكد من المعلومة دي؟ بقول لي أنا مسؤول عن كلامه وأنا صغير قدامك. أنا مسؤول أهو عن كلامه. شؤون العاملين في المحافظة، مدير شؤون العاملين في المحافظة بيدخل أسماء اللجنة ويمنع أسماء. أنت وصلت حضرتك مع مدير شؤون العاملين عشان توضح الصورة أو يقول لك ليه بيعمل كده؟ وصلت معاه قال خلاص هبأعرض أسماءكم اللجنة اللي هتنعقد المرة الجاية. متى؟ حدد دلوقتي ليها ولا؟ ولا مفيش وقت. لا مفيش وقت لأن الوقت هو القيادات غايبة. مفيش وقت. المطلب الثاني بقى اللي احنا بنطلبه يخص العاملين في الجراج. عدينا ثلاث انواع من العماله: عماله مثبته، عماله مؤقته بعقد، وعماله باليوميه. العماله اللي باليوميه دي بتيجي تدخل الجراج، هي هو الجراج وعجلها بتدخل الجراج عن طريق باب عمال النظافه، وده لا يليق بكونهم عماله فنيه محترمه بتأدي دور في الجراج ان هو يتكتب في السجلات كعامل يوميه نظافه وهو عامل فني. يبقى المطلوب اللي احنا نعمله عقد نرفع من شأنه. عددهم قد ايه؟ عددهم يتراوح اربع عمال. وفي احتياج للجراج ليهم؟ وفي احتياج في الجراج له، لان الجراج ما فيهوش كهربائي، اضطرنا نستعين بكهربائي من يخش من باب تحسين البيئه عمال النظافه. الجراج ما فيهوش فيه عمال كاوتش، اضطرنا نستعين بالاخ رياض والاخ محمود ان هم يدخلوا من باب ايه؟ من باب بيتكلم في المطلب تثبيت العماله المؤقته. على الاقل نرفع من شانهم بدل ما هم عامل باليوميه نعمل تعمل له عقد ويبقى عامل فندي طبقا لوعده. ايه المطلب الثالث؟ المطلب الثالث هو صرف الخمس ايام اللي كان ايام الانفلات الامني، كان المحافظ ادى اجازه لكل العاملين بالمحافظه ما عدا الجراشات هي اللي قامت بعملها لمده خمس ايام. الخمس ايام دول حي برفقات صرفهم. وليه الاحياء الثانيه ما صرفتهمش؟ يعني الحي الوحيد اللي صرفهم حي برفقات، الاحياء الثانيه ما صرفتش. ليه؟ طلبنا وعملنا مذكره ورفعناها لشؤون العاملين في المحافظه عن طريق السيد رئيس الحي، ولغايه الوقت ما حدش بتنا. الناس دي كلها في النهايه عندها مشاكل، الناس دي عايزه مسؤول يجي يتحاور معاها، الناس دي عايزه مسؤول يجي يتحاور معاها. الناس دي لا مطالب شرعيه ندت بها الثوره، فين المسؤول اللي هيجي يحاورهم؟ باشمهندس، هل حدث ان حد من المسؤولين جه يتكلم معاكم او اجتمع معاكم او اتحرك حد النهارده بعد ما انتوا اعلنتوا الاضراب؟ جه السيد سكرتير الحي جه يتحاور معاهم ويعني ما قدرش يتواصل معاهم لانه هو لا يمتلك حل يعني للموضوع. اتفضل. انا عبد الهادي الديب فني مشحمه، وزميلي خالد السعداوي نفرين، ومعنا رئيس، معنا رئيس مشحمه خالد السعداوي فني مشحمه. هنا 34 عربيه في الجراج ماسكينهم تشحيم وغسيل وتغيير زيت. في عربية عند حضرتك مغيرة زيت جديدة جاية في العشر من رمضان ب 1750 جنيه. دي بنعملها من غير مقابل نهائي لأي حاجة. بنشتغل على طول دايرك وما بنعملش، بنطالب مطالبنا محدودة. احنا مطالبنا محدودة وما بنطلبش المستحيل. احنا عايزين ال 50% وال 60% بدل النظافة اللي هي المحافظة كلها صرفها. احنا جراج المظاليم، جراج حي العرب، جراج المظاليم. حضرتك وصلت، شكرا لحضرتك. عايز تقول ايه يا عم مصطفى؟ في طلب بتاع ال 50% بتاع الامن، يعني ديوان العام المحافظه بيصرف
وضح بس ايه ال 50% الامن يعني؟ الامن بتاع الجراج او امن ديوان الحي بيصرف مرتبه بس. الجراج اللي هو بيقعد عشان يحمي العربيات اللي موجوده والمعدات. الديوان عام المحافظه في هناك امن برضه. في امن هناك بيحمي المحافظه. هناك بيصرف 50%. هنا ما فيش بيصرفش 50%. يعني مرتبه زاد 50%. زاد 50%. اساسي ولا من ايه؟ من الاساسي. هنا ما بياخدش ال 50% دول، مع ان الفرد هنا زي الفرد هنا وبتاع الديوان زي بتاع الحي. ليه ما احناش عارفين؟ اتكلمنا واحد بس بعد اذنك. احنا حارسين سيارات. انا ممدوح النقيب. سعادتك انا عايز طلب واحد بس. احنا نتساوى بجراشات المحافظه وجراشات الاحياء الباقيه. عيب ديوان عام المحافظه وجميع الجراشات. مش عايزين جراش يبقى يفرق عن جراش تاني. عليك عايز تقول ايه طيب؟ دلوقتي احنا انا بناشد محافظ بورسعيد يهتم بالموضوع بتاعنا ده، علشان احنا ناس جيوبنا فاضيه. احنا جيوبنا فاضيه بنقبض ملاليم. يا ريت تدينا نسبه من تحسين البيئه. احنا يا ريت تدينا نسبه من تحسين البيئه وهو حقنا. مش عايزين اكتر من كده. في 5 ايام احنا اشتغلناهم في عز الضرب هنا وفي عز هنا المشاكل كلها في بورسعيد. احنا اشتغلناها وجينا لهوت وكنا بنشتغلها. ما فيش حد حتى ميل علينا بكلمه، حتى بكلمه حلوه. احنا دلوقتي احنا صرف صحي، بنطلع الصبح الساعه 9 بنروح الساعه 8 بالليل، وما فيش اي مقابل واي رزق تاني. وعاوزين نتعين، مش عاوزين اكتر ان احنا نتعين. شكرا ليك. دلوقتي عايز تقول ايه؟ دلوقتي انا عامل من عمال اليوميه، استعان بيا الجراش واعلن ان هو في حاجه لايه لان اشتغل معاه سواق عربيه نص نقل، وبعتنا طلب لشؤون العاملين ومضى ليه رئيس مدير الجراش ورئيس الحي، وخدت تاشيره من المحافظ لايه فقال لك ايه يعين قال لك اللهم صل على النبي، قال لك تقام مسابقه للسائقين. يعني تعيين من خلال مسابقه. وانا شغال اصلا في الجراج واثبت والجراج اثبت ده والحي اثبت ده، ومع ذلك ولا عمل المسابقه للسائقين ولا تم المسابقه للسائقين. رسالتك وصلت. عايز تقول ايه يا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السيد سليمان بدوي. انا راجل دلوقتي بشتغل ميكانيكي هنا سيارات، بشتغل في العربيات صرف صحي وعربيات تحسين البيئه وعربيات اللي هي الحي. اخدت بالك دلوقتي بينزل علينا الدود؟ اخدت بالك وبينزل علينا الزباله واحنا ما بناخدش اي حاجه منها. فدلوقتي احنا حتى احنا 50% ما بناخدهاش. الحقوق كلها اولا بدل غذاء ما بناخدهاش، بدل عدوى ما بناخدهاش، بدل لبس ما بناخدوش. يعني احنا دلوقتي اللبس احنا بنجيبه. اخدت بالك دلوقتي ايه الزباله كلها والدود بينزل علينا. فاحنا دلوقتي احنا بنطلب بحقنا احنا. اخدت بالك؟ لا حضرتك وصلت. انا عندنا مشكله شخصيه لسواق اللودر بتاعنا. انت عليك سواق اللودر هنا؟ انا اسمي احمد محمود داود، سواق اللودر بقالي 40 سنه شغال في تحسين البيئه والكمامه. اولا واخيرا ان الجراج مش ما قصرش في حقنا. الجراج كتب كل العماله وكتب السواقين وكتب الميكانيكيه وكتب ناس تستحق في قلب الجراج. المدان دلوقتي مدير شؤون العاملين في المحافظه، مدير شؤون العاملين في رئيس الحي. لا انا بقول لك مدير شؤون العاملين في المحافظه هو اللي مدان، واحنا بندينه وانا بدينه وبقول له انت راجل ظالم، لانك انت لو عندك حق الحقيقيه ما كنتش تعمل كده. انا اسال حضرتك بس في امر تاني. لما بتروحوا تقلبوا الزباله في المقلب، هل في اي مخاطر بتتعرضوا ليها؟ بنتعرض للمخاطر، بنتعرض لضرب نار وبنتعرض لبلطجيه وبنتعرض لكل حاجه. ما فيش حد بيسال عننا. يعني المقلب نفسه بيحصل له ضرب نار فيه ليه؟ ايوه بلطجيه في قلب الجراج. شوف. فانا بقول لحضرتك المدان دلوقتي حاليا مدير شؤون العاملين بمحافظه بورسعيد مدان في حقنا ككلنا. اولا مدير الجراج حي العرب كتب ميكانيكيه، لان الميكانيكيه بيشتغلوا لنا في العربيات. حضرتك وصلت. عايز تقول ايه؟ انا كنت بشتغل في الحي هنا من سنه 2000 في الجراج بعقد حضرتك مسجل بعقد اهوت، وجواب موجه من الحي للتامينات ان انا كنت مثبت ومتامن عليا وخصم الضرايب. لما جت شركه السيرفيس دي فصلونا فصل كده بمزاجهم. حضرتك الوقت رجعونا تاني نشتغل في الكاوتش، بفك عربيات كاوتش بره وفي المقلب وفي كل حته. عايز ايه تثبت يعني انت كمان؟ المفروض مناليه. عايز تقول ايه حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت شغال ايه هنا يا حاج؟ انا شغال امن. كنت في المحافظه الاول من 20 سنه كنت بقبض 50%. بتاخد
بتاخد 50%. لما اتنقلت حي العرب بقالي 20 سنة دلوقتي شالونا من كل حاجة، فاحنا دلوقتي بنطالب بحقنا اللي هي 50% دي، عشان احنا قاعدين بنتعرض للبهدلة وبنتعرض لكل حاجة هنا في العربيات هنا، وبنتسرق وبنتبهدل وبتحط، واحنا بندفع فلوس من جيوبنا وبنتبهدل، وحقنا ما احناش واخدينه. ليه اللي قاعدين في على المكاتب بيقبضوا 50%، واللي قاعدين يحرسوا عربيات وبيتعرضوا للمخاطر والضرب والبهدله ما ياخدوش حقهم ليه؟ يعني الصوره وضحت الان. حي العرب، هذا هو اليوم الاول للاضراب عن العمل، يرفعون مطالب حقيقيه، يطالبون ببدل تحسين البيئة الذي يتم صرفه للأحياء الأخرى، يطالبوا أيضا بالخمسة أيام يعني الذي نزلوا فيها العمل بعد أن كان هذه خمسة أيام كانت أجازة لجميع العاملين، بيطالبوا الأمن ب50%، بيطالبوا تثبيت العمالة المؤقتة. هم يرون أنهم يقومون بعملهم بعمل كبير في هذه الأثناء، ويطالبون، هم يسمون هذا حقوقهم فأن يعني الشعارات التي خرجت في ثورة 25 من يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية لم تصل إلى حي العرب حتى هذه اللحظة. الإضراب بدأ اليوم، وهم يقولون أنه الإضراب مستمر حتى يتم تحقيق هذه المطالب العادلة من وجهة نظرهم. زي ما بقى في سوق للبلطجه، في سوق للكحول. فين الكحول دوت؟ فين الكحول؟ فين؟ وما حدش عارف فين، مين صباح ولا فين؟ ممكن تكون ميته، ممكن تكون في الصعيد، ممكن تكون موجوده وما حدش عارف هي مين. ارسل وشا